محتاجين نتكلم اكتر عن النشاط اللي بيحصل للام بي اي في افريقيا. معانا المهندس احمد عوض الله، مستشار رئيس دوري افريقيا البال لكره السله. اهلا بيك يا باشمهندس احمد. مهندس احمد عوض الله معايا، اهلا بيك يا باشمهندس احمد. اهلا اهلا بيك. يمكن بنشكرك على وجودك معانا. حضرتك مستشار مستر احمد اومه مادور، رئيس البال او بطوله باسكتبول افريكان ليج. يعني اكيد انت اسعد واحد دلوقتي للنجاح اللي انت شايفه في افريقيا للبال. يكلمني عن بدايه الشراكه وازاي ابتدت. احنا طبعا مبسوطين جدا ان احنا نقدر نجيب حدث عالمي زي الباسكتبول افريكان ليج لافريقيا. باسكتبول افريكان ليج اكتر من دوري باسكتبول في افريقيا. احنا عايزين ان هو يكون لايف ستايل او زي الان بي اي بالظبط، يكون احسن دوري في العالم بره الان بي اي. وده السبب ان الان بي اي عملت انفست للباسكتبول افريكان ليج مع الفيبا، وان احنا شغالين ان احنا نعمل سيزون 2 ونبتدي بسيزون 2 هنا في مصر. مبسوطين جدا ان احنا نيجي مصر، وكمصري انا فخور ان ايفنت بالحجم بتاع باسكتبول افريكان ليج هيكون منظم في مصر في ابريل الجاي ان شاء الله. طب قول لي، يعني اكيد انت بتتكلم مع زملائك، اكيد انت ليك مستشارين اخرين في قارات تانية، واكيد ليك يعني مستشارين كمان جوه الولايات المتحده الامريكيه. يعني كلمني عن تنظيم مصر، او يعني كلامهم عن مصر وتنظيمها لبطوله العالم، وايضا لبطوله العالم الانديه. طبعا ده موضوع اكيد بيقام على ارض مصر، وايضا البال وتصفياته اللي هتقام على ارض مصر في ابريل القادم. يعني بتتكلم معاهم بيبقى ايه الحوار؟ يعني هل رايهم ايه في الموضوع ده؟ والله يا كابتن هيثم، هم الناس مبسوطه جدا وفخوره جدا بالامكانيات اللي مصر عندها لتنظيم اكبر الاحداث والبطولات. مبسوطين اكتر بالترحيب من الدكتور اشرف صبحي ومن كل الناس الموجوده هنا في مصر من اتحاد الباسكت، دكتور مجدي ابو فريخه والباشمهندس محمد عبد المطلب. الناس مرحبه جدا بالايفنت، بس فخورين ان احنا عندنا امكانيات مش صاله واحده او صالتين زي بلاد افريقيه ثانيه. احنا عندنا صالات تقدر ان هي احسن واكبر الايفنت اللي الان بي عايز تعملها في مصر او في الشرق الاوسط، نقدر ان احنا نستضيفها في مصر هنا في الصالات الجديده بتاعتنا اللي موجوده والصالات اللي هتيجي في الشهور الجايه ان شاء الله. طب باشمهندس احمد، يمكن وحضرتك معانا لازم نعرف الفورمات بتاع الليج بتاع البال السنه دي، شكل الفورمات ايه؟ يعني انا عرفت من مستر انيبال كان معانا عبر الهاتف او عبر الزوم قبل حضرتك، وقال لنا انه يوم 8 فبراير في قرعه هتتعمل في داكار بالسنغال. حضرتك تصور للفورمات النهائيه للبطوله؟ اديك انفورميشن طبعا اللي حضرتك ما عملناش دلوقتي قبل القرعه. في 12 فرقه اتاكدوا ان هم هيشاركوا في الباسكتبول افريكان ليج سيزون 2. طبعا ممثل مصر بطل الدوري نادي الزمالك هو بطل الدوري اخر نسخه من الدوري المصري. وبعد كده في خمس فرق اتأهلوا مباشرة للنهائيات. الخمس فرق دولت من انجولا، تونس، انجولا عندنا فتره اتلتيكو، تونس مونستيري، الاتحاد المونستيري التونسي، عندنا من رواندا فرقه رج في رواندا، فرقه قويه جدا، وعندنا من المغرب سال المغربي كان موجود في النسخه اللي فاتت من البطوله، واخيرا من السنغال دوك، دي الفرقه بطلت دوري السنغال. فالست احسن ست دوريات بياخدوا اوتوماتيك كواليفاير للنهائيات. في الفيبا عمل تصفيات اخر ثلاث شهور، كان في قريب من 30 فرقه في التصفيات دي. احسن ست فرق في التصفيات تاهلوا دايركتلي للنهائيات. نعم. النهائيات هيبقى فيها 12 فرقه زي سيزون 1 بالظبط. هيلعبوا في منطقتين، السنه اللي فاتت لعبنا في دبل زي ما حضرتك عارف في رواندا، السنه دي هيلعب في السنغال من 5 مارس ل 15 مارس. ست فرق هيلعبوا في السنغال، خمس فرق بلس الهوست فرقه السنغال السنه دي. نعم. وفي مصر الزمالك هيستضيف خمس فرق او ست فرق توتال في مجموعه ثانيه. نعم. هيبقى في اثنين كونفرنس، والكونفرنس دي هيتقال مين الفرق هتلعب فين، مين هيلعب في السنغال ومين هيلعب في القاهره.
اول اربع فرق من كل مجموعه، المجموعه بتاعه السنغال والمجموعه بتاعه القاهره، هيتاهلوا النهائيات، نهائيات الصراع في رواندا في كيجالي، مستضيف البطوله والنسخه الاولى من 21 مايو ل 28 مايو ان شاء الله. ممتاز، يعني ده ملخص سريع وحاجه جميله جدا. طيب سؤال اخير، يعني يمكن كان نفسي حضرتك تبقى معايا اطول بس هتبقى معايا اكيد قريب، هل ممكن نشاهد او نشوف لاعب مصري يعني كبر في مصر ولعب في مصر، لاعب في الام بي ايه؟ احنا نفسنا نشوف ده. والله احنا قريبين جدا، احنا بقالنا الاتحاد المصري شغال بقاله قريب من 10 سنين على استراتيجيه ان احنا احسن لعيبه اولاد وبنات يسافروا. النادي الاهلي طبعا من احسن واكبر النوادي اللي بتبني لعيبه اللي ممكن في العاوي، لعيبه سافرت وسافروا ولعبوا في امريكا، رجعوا عشان الدوري المصري بقى قوي دلوقتي ونفسهم يرجعوا يلعبوا في بلدهم. بس عندنا قمه من اللعيبه قريب من 10 او 11 لعيب بيلعبوا في دوري الجامعات دلوقتي، وكلهم بيلعبوا على مستوى عادي في احسن الجامعات. واحد من لعيبه النادي الاهلي الموجود هنا دلوقتي عصام تامر مصطفى، كان بيلعب في دوري الناشئين مع النادي الاهلي، متربي في النادي الاهلي. ففي كذا حد ممكن يكون ثاني لعيب لمصر في الان بي اي زي عبد الرحمن نادر. طبعا صحيح. المصري طبعا عارفينه وطبعا متابعينه دلوقتي في الفينكس سانز. نتمنى ان نفضل ندي الفرص للعيبه الصغيرين ان هم يقدروا يسافروا وياخدوا اكسبوجر وياخدوا كومبيتيشن اكسبوجر لكومبيتيشن اعلى. يعني انت شايف يعني انت شايف يا باشمهندس احمد الموضوع قريب ان شاء الله وبنفسك معانا اكيد، يعني انت راجل في الام بي بقالك 7 أو 8 سنين. بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس احمد، الحقيقه يمكن الوقت مر سريعا بس ان شاء الله اكون معانا قريبا عشان نقدر نتناقش على نظام البطوله وكل شيء. مهندس احمد عوض الله مستشار رئيس